Drive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Ah, hasbi Rabbi Jalla Allah, Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayru Allah, Allahu Allah. Of adak yunaha, Allahu Allah. من بعد الشهر الله الله كيوري كرالين بينها الله الله إشيت الله درد مي بو أهل راما رحمي لا بوشلا كيور أهل راما حير إلهم أقسم حمسة بأهل راما حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله تنها كونه الله الله بادشاو كونه الله الله مهربابو كونه الله الله كأوچي شانه الله الله اسكي سبني شانه الله الله سبني لوكي جانه الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. منورنا وصباح الفل عليكم. الله يكرمك. وبنكمل مع حضراتكم وبنختم معاكم باحلى ختام واصوات حلوه قوي من بلدنا وشباب صغير لكن موهبته كبيره. كل يوم بيكون معانا حاجه والنهارده وباستحضارا بقى للاجواء والروحانيات اللي احنا فيها معانا مجموعه من المنشدين الشباب. سمعنا منهم اغنيه بقى من الاغاني الحلوه قوي واللي بقى لها سنين معانا بتتغنى ونكمل معاهم بحاجه ثانيه. بس خليني اعرفكم عليهم. منورني النهارده يوسف العتري منشد 23 سنه في كليه الفرقه الرابعه كليه الدراسات الاسلاميه. مش كده؟ صباح الفل. اهلا بحضرتك. وكمان معايا محمود عيد عبد الرحمن منشد. صباح الفل عليكم منورني. وكمان جمال صابر. صباح الفل يا استاذ جمال منورني. وكمان منورني علاء عصام اسماعيل عازف ايقاع 21 سنه كليه التجاره. صباح الفل منورني واهلا بيكم. وخليني يوسف قول لي حكايتك مع الانشاد الديني ايه وبداتوا امتى طلعوا الموهبة الحلوة دي؟ والله طبعا من صغري في المعهد الأزهري وكده في الإذاعة في قراءة القرآن الكريم والإنشاد برضو إنشاد الأناشيد اللي كانت في الكتاب العربي طبعا. وبعد كده انتقلنا للإعدادية ثم في الثانوية عرفت أن عندي ملكة التقليد نفسهم للمشايخ والمنشدين. فالتقليد كان كتير جدا حوالي 15 شيخ ومنشد. بعدها لما جينا الجامعة طبعا بقى الإمكانيات أكبر وال القدرات يعني بدات انها تتطور برضه فحبيت اتعلم اكتر فروحت لاساتذه كبار في مجال الانشاد الديني ولحد دلوقتي برضه بتعلم. انا حاليا في نقابه الانشاد الديني في مع الشيخ محمود ياسين التهامي الحمد لله. طبعا عملت فرقه برضه قبل كده فرقه عطر المديح. انما حاليا موقفين الشغل مؤقتا. دلوقتي يعني بسعى ان انا يعني اعمل اكون اسمي نفسه يوسف العتري او فرقه العتري فيما بعد باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. منوريني واصواتكم حلوه. قول لي الناس لما كانت بتسمعك وانت صغير بقى بدايه ما بدات تكتشف ده عشان لو حد عنده ابنه صوته حلو الناس كانت بتقول لك ايه؟ اهلك كانوا بيوجهوك ازاي؟ والله يعني طبعا يعني كان في تشجيع كبير من اهلي في البيت حاجه
طبعا كانوا برضو بيعلموني القرآن الكريم ويشجعوني ان انا اروح الكتاب. طبعا دي ما حاجة معروفة يعني في مصر عامة. وكان كانت في المعهد نفسه كان في استاذ معلم ليا ربنا يجازيه خير يا رب، هو اللي حطني على اول الطريق، اللي هو مدرس اللغة العربية ربنا يجازيه خير. برضو من المشايخ التانيين المشايخ القرآن الكريم، كان برضو عندي قراءة القرآن الكريم حتى من غير تعليم احكام التجويد، كان عندي اللي هو يعني مثلا السماع اقول كده من غير ما انا متعلم. فلما رحنا الاعداديه اتعلمنا اكتر، فبقت خلاص اكتملت يعني الدائره من احكام التجويد والصوت الحلو. فكان في مشايخ برضو بتاخدني مثلا المساجد اقرا فيها. وطبعا في الاذاعه دي حاجه اساسيه، وفي مناسبات تانية مثلا في الحفلات او ما شابه كنت برضو ايه، كان الاساتذه والف البيت يشجعوني ان انا اروح في مثل هذه الحفلات لاحيائها بالقران الكريم والانشاد الديني ايضا. قولوا لي القران بيثقل الصوت اكتر مش كده؟ إيه طيب لو هتختموا بقى النهاردة معنا بحاجة ونختم مع جمهور صباح دريم بحاجة. إيه طبعا النهاردة كنا مع حضراتكم في حلقة مميزة، وكنا معاكم في النيل ورحنا أماكن كده مختلفة وأماكن حلوة، وإن شاء الله لأن يوم الأربعاء دايما بنسيب حضراتكم مع حاجة حلوة، هسيبكم تسمعوا من أصوات شبابية ومصرية جميلة جدا، هتسمعوا حاجة جميلة. وخليني أقول لحضراتكم إن احنا نقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي على خير. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب إن شاء الله رمضان جاي علينا وعليكم جميعا بالخير والبركة، وعلى بلدنا بإذن الله بالبركة، وعلى الأمة الإسلامية كلها. وأسيب حضراتكم تسمعوا بقى شبابنا اللي كانوا منورينا النهاردة، يوسف العتري وجمال صابر ومحمود عيد وعلاء عصام، نورتوني صباح الفل عليكم. وأسيبكم تختموا بحاجة بقى، يلا هتسمعونا إيه؟ إن شاء الله هنقول السلام عليك. يلا بينا. وأجمل منك لم تر قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صابا لرسول الله محبا، والروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صابا صابان رسول الله محبا، والروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا الله يا
يا رسول الله.